المدفه اتحررت جدا تحتيها بقى في ميه بعد ما كانش فيها تحتيها ميه واحد ما كانش اتحرك خالص المدفه دلوقتي بقى بيتحرك يمين وشمال 30 درجه يمين 30 درجه شمال الرصاص بقى شغال دلوقتي للامام وللخلف المؤخر بتاع المركب بدا يتحرك حاجه بسيطه جدا دي ده حاجات ما كانتش تحصل اليومين اللي فاتوا دي يعني اخبار كويسه طبعا بالنسبه لنا طبعا اخبار كويسه جدا.